أهلا بكم من جديد في هذا ما بين شوطي مباراة النصر السعودي وريال مدريد الأسباني في احتفالية تكريم نجم الكرة السعودية كابتن ماجد عبد الله. طبعا انتهى الشوط الأول من لقاء النصر السعودي وريال مدريد الأسباني بالتعادل السلبي بين الفريقين، وقد شارك أسطورة الكرة السعودية الكابتن ماجد عبد الله في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول. فهد الهريفي، كيف شفت الشوط؟ طبعا هي نقطتين مهمتين يمكن في هذا الشوط، اللي هو اعتقد الحذر الزائد على بداية المباراة. اعتقد كان هناك حذر من، طبعا اكيد، من فريق النصراوي والفريق ريال مدريد كان هناك نوع من الحذر. النقطة الثانية، انا اعتقد ان هيبة الفريق المقابل بالنسبة للفريق النصراوي، الفريق ريال مدريد اللي اعتقد ورغبة الهدف لم تكن موجودة في موجودة عند، رغم المساحات والفراغات الموجودة في ريال مدريد. فانا اعتقد ان هذه لو كانت موجودة الرغبة في تسجيل هدف رغم الإمكانية في وجود في الفريق ريال مدريد، كان أعتقد الفريق النصراوي تحسن أكثر. ماجد عبد الله شاهد في المقصورة الرئيسية، طبعا يصافح كبار حضور هذا المهرجان التكريمي طبعا، وكان قبل 3 دقائق قد تشرف بالسلام على الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية وسمو نائبه الأمير نواف بن فيصل بن فهد. خالد شنيف، الشوط الأول، أعتقد فريق ريال مدريد لعب في هذه المباراة بأقل مجهود لاحظ الفريقين، فالفريق ريال مدريد بالتحديد لا يتحرك بلا كرة، الانطلاقات السريعة معدومة، المغامرة الهجومية معدومة، ما عدا من رمز في الشوط الأول الظهير الأيمن. فريق النصر أعتقد الطريقة الدفاعية اللي انتهجها السيد ناصر الجوهر قللت من عطاء فريق النصر في الأدوار الهجومية، طريقة 5-4-1 دفاعية بحتة، من الصعب أن تهاجم فيها خاصة لديك رأس حربة وحيد كان ريان بلال بعدين الكابتن ماجد. لكن ما ميز هذه المباراة آخر ربع ساعة اللمسات الكابتن ماجد اللي هو أمامنا ما زالت متواجدة، الحس الكروي ما زال متواجد في بعض الكور اللي أتت، لاعب ما زال يمتلك بعض الإمكانيات العالية اللي كان يقدمها. إجمالا ريال مدريد أكرر لعب بأقل مجهود فريق النصر الطريقة الدفاعية، شوط هادئ جدا، الفرص كانت قليلة فيه بين الفريقين، لم تتواجد الفرص العالية، بحول الله تكون الفرص في الشوط الثاني اكثر والاهداف متواجده في الشوط الثاني. فهد، انا اقول انه يعني خلق نوع ما، شوف حتى يعني نزول ماجد خلق نوع من التكتيك المطلوب للفريق وساعد الفريق النصراوي اكثر. بايش ريان كان يراجع يعني يصير رجوعه كثير في نص الملعب، ماجد لما جاء فتح الملعب سحب دفاع ريال مدريد على يعني في نص ملعبهم، صار هناك 1-2 لعب فيها ماجد. فانا اعتقد هذه عقليه اللاعب الموجوده، الموهبه، الثقافه لدى اللاعب كانت لدى ماجد. يمكن في نقطة معينة أنا كنت أتمناها يعني في هذه المباراة، يعني أنا أقول يعني الله يسامح سعد الكثيري، أقصد مطرف القحطاني، لأن أنا في وجهة نظري يعني طيب. لو حسب ضربة الجزاء طيب عموما خلينا نأخذ هذا الفاصل ونعود، فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. النصر السعودي وريال مدريد الأسباني تعادل سلبي في الشوط الأول، وماجد عبد الله في جولة وداعية أخيرة يودع الآلاف المحتشدين هنا في استاد الملك فهد الدولي، ويودع الملايين من خلف شاشات التلفزيون ويقول وداعا في هذا اليوم الجميل الذي حضر إليه هذا العشرات الآلاف من المشاهدين ليقولوا شكرا لماجد عبد الله على كل ما قدمته لكرة القدم السعودية والعربية والآسيوية والعالمية طوال مشوارك الرياضي. شكرا على كل ما قدمته أيها الجوهرة السمراء في هذا اليوم التاريخي في لقاء النصر السعودي وريال مدريد الأسباني. فريق ريال مدريد في أرض الملعب الآن وفي انتظار نزول فريق النصر. خالد شنيف، بشكل سريع الشوط الثاني ماذا سيحدث؟ التبديلات سوف تكون كثيرة يؤثر على أعطاء الفريقين وبالتحديد فريق النصر، لكن نتمنى في الشوط الثاني أهداف، والمتوقع فريق ريال مدريد يتحسن أداءه، مردود أفضل خاصة البدلاء، يكون الأهداف ريال مدريد في الشوط الثاني. أنا أشوف أنه يمكن ناصر جوهر بيكون حريص كثير في هذا الشوط، أكيد أنه طبقوا اللي يبغون منه، طلعوا الفريق بمظهر جيد مع الحذر، في تحفظ كثير، ما أعتقد أنه حيجرب، هو المفروض أنه يجرب الناس الضيوف أو الاحتياطين اللي مع زي الكويك بي على بعض اللعيبة الموجودين يعني يساهمون في هذه المشاركة. لكن أعتقد ما قدمه في الشوط الأول بيكون حذر ناصر الجوهر في أن التبديلات تكون آخر ربع ساعة في المباراة. أنا شايف روبي يعني
روبن نزل لاعب تشيلسي السابق، واعتقد انه سيخلق فرق في ريال مدريد لانه يبحث عن المرمى. اعتقد ان التغييرات اللي سايره قد تخوف فان فيستروي، نفس الشيء نزل. انا اعتقد ان هالتغييرات ستكون ايجابيه كثير لريال مدريد. خالد الشريف، من مستوى الأفضلية في مستوى ريال مدريد الأسباني من المباريات الماضية، اليوم توقع كم بالمئة أعطى من جهده؟ لا مجهود كل ما في الشوط الأول بالتحديد، لاعبي ريال مدريد بأقل مجهود، القتالية على الكرة، التحرك بدون كرة، المغامرة في بعض الحالات. الفريق مدريد لاعب أقل مجهود في هذا الشوط الأول بالتحديد بسبب رئيسي. قبل يومين لعب مباراة كانت يوم الأحد الماضي أمام ليفانتي، لذلك وفر اللاعبين المجهود. ممكن تشاهد المجهود في الشوط الثاني، خاصة لاعبين بدلاء هيغوين، ديارة الآن لاعب نشيط لم يشارك في المباراة الماضية، هذه الأسماء لم تشارك، روبن لم يشارك في المباراة الماضية أيضا، هو يشارك في هذه المباراة، إعطاء دماء جديدة، إعطاء روح جديدة، ممكن تتحسن المباراة في الشوط الثاني. تأيد أنه ناصر الجوهري يغامر هجوميا؟ والله يعني نتمنى. أنا سمعت كان عندك ملاحظة على نتمنى أن نستمتع في مباراة كرة قدم، يعني مباراة استعراضية نتيجة مطلوبة، لكن الأهم نريد أن نستمتع في مباراة كرة قدم. شوف لاعبي فهد سعجالة، أي نقطة أعتقد أن خالد شفنا روبن، هو اليوم ما شفناه، أتمنى أن أشوف شنايدر وتكون فينا تفوق شنايدر على روبن، ونشوف شنايدر وروبن عسى ينزل روبن. خالد شنايدر فهد الهريفي. عموما نذهب مباشرة للزملاء عيسى الحربين وعبد الله الحربي لمتابعة الشوط الثاني.